شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال: والمتابعة له عليه الصلاة والسلام على قسمين، جلية وخفية. فالجلية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، والخفية أن تعتقد الجمع في صلاتك. عم يقول الجمع هو رؤية الحق سبحانه وتعالى، والتدبر في قراءتك. يعني كأنه عم يقول نحن عندنا المتابعة قسمين، متابعة عامة وهذه يفعلها كل مسلم، الصلاة، الصيام، الزكاة، أكثر الناس يفعلونها. المتابعة الخفية أضيق، وكلما ضاقت المتابعة كلما قل عدد المتابعين. أن تستحضر الله في صلاتك، والتدبر في قراءتك. مين أكثر، عدد المصلين أو عدد المتدبرين في القرآن؟ عدد المصلين أكثر، لكن إذا أردنا أن نتكلم عن المتدبرين في القرآن، الذين يتتبعون آيات القرآن ليفهموها، هذه هي الظاهرة، ظاهرة قليلة جدا. بل من فترة، ما بعرف إذا البعض منكم شاهد، وضعت عدة مقاطع على الفيسبوك عن التدبر في القرآن الكريم. في ناس عارضوا أنه اترك الناس تقرأ يا أخي، لأنه يريد المتابعة الظاهرة، يريد الناس التي تقرأ، أما الناس التي تتتبع القرآن الكريم لتفهمه. يعني أحيانا المسلم يعيش ويموت طوال حياته وهناك كثير من آيات القرآن لا يفهمها. تمام يا أخوان الكرام، يعني إلى متى نبقى نقرأ القرآن، نبدأ بختمة وننتهي بختمة؟ وأنا قلت هذا أمر جيد وأمر حسن ويأخذ عليه الإنسان أجر، لكن فهم القرآن، قلتها سابقا وأعيدها، فهم القرآن يدخل تحت المتابعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهم القرآن أولى من حفظ القرآن، فهم القرآن أولى من تلاوة القرآن، وإذا جمع الإنسان بينهما فهذا هو الخير الأفضل الوفير. أما إنسان فقط يقرأ القرآن قراءة سطحية لكن لا يعي ما هو الموجود في الآيات. القرآن نزل من أجل أن نفهمه. تخيل أنا أعطيتك رسالة بلغة أجنبية، أو كلمتك بلسان عجمي مبين، كلمتك بلسان عجمي، سوف تقول لي ما المقصود بهذا الكلام، صح ولا لا؟ فشيء طبيعي أن تعرف مقصود المتكلم. من حق المتكلم علينا أن نفهم كلامه، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فمن حق الله علينا أن نفهم كلامه. ففهم كلام الله تبارك وتعالى هذا يعتبر تحت المتابعة الخفية. المتابعة الخفية، المتابعة الجلية صلاة وصيام، الكل بيصلي وبيصوم. المتابعة الخفية بدها طلب علم، يعني بين قوسين، المتابعة الخفية بدها جلوس على الركب، بدها جلوس عند أهل العلم، بدها قراءة. هذه أدق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالاتباع على البصيرة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطالب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يطالب به رسول الله وأتباعه. لذلك يقول: أن تعتقد الجمع في صلاتك والتدبر في قراءتك. طبعا عم يقول الجمع في صلاتك رؤية الحق وحده سبحانه وتعالى. يعني إنسان لما بيصلي أن يستحضر، هذا معنى الجمع، أن يستحضر أنه يقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى. تمام؟ أن يستحضر أنه يقف ويكلم الله عز وجل، أن يستحضر أنه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بالصلاة أنت بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، يعني كأنه قدامك النبي واقف صلى الله عليه وسلم. هذه عليك كاف الخطاب،
يعني أنا أستحضر أن رسول الله الآن عليه الصلاة والسلام يسمع كلامي ويرد علي. لاحظوا ما جاءت التسمية على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الغائب، السلام على النبي، السلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا الإنسان تأمل في هذه المعاني، في معاني الآيات، استحضر زين العابدين رضي الله تعالى عنه قال كان إذا حضرت الصلاة، طبعا هذا مقام عالي، كان إذا حضرت الصلاة يصفر لونه، يقال لماذا يصفر لونك؟ يقول إنكم لا تعلمون بين يدي من سأقف. إذن هو مستحضر معنى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت الطاعة كالصلاة والقراءة ولم تجد فيها جمعا ولا تدبرا، يعني ما في حضور وما في تدبر في آيات القرآن الكريم، فاعلم أن بك مرضا باطنا من كبر أو عجب أو غير ذلك. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خلينا نطبق هذا الضابط علينا. إذا أنت عم تصلي، أنت تصلي لم تستحضر الجمع، يعني لم تستحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثانيا لم تتدبر الآيات، قال أنت صرفت عن الآيات، والله سبحانه وتعالى تولى، لم يتولى صرف أحد عن فهم آياته إلا المتكبر. شو عم يقول؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا أنا وياك يا أخوان الكرام عم نصلي لكن لا نستحضر أننا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا أنا وياك عم نصلي لكن لا نفهم الآيات القرآنية، لازم نحن نتهم أنفسنا لعلنا بسبب كبر في نفوسنا صرفنا عن فهم الآيات. شوف القرآن يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. طيب لماذا نحن لا نجد للصلاة لذة كما كان الصحابة يجدون لها لذة؟ كان صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود، كان إذا وقف في الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من الخوف من الله. أزيز المرجل مثل صوت القدر عندما يغلي، حط أنت شي نهار قدر بريشة يعني يغلى وإله صوت. قال هكذا كان صدره صلى الله عليه وسلم يصوت بهذا الصوت الخشوع، أن يستحضر الإنسان الوقوف بين يدي الله. طيب يجي سؤال، بيسأل الإنسان سؤال، طيب أنا ما عم بخشع، شو بدي ساوي؟ في طرق للخشوع، لكن إذا قلت لواحد مثلا اقرأ كتاب الخشوع في الصلاة لابن القيم مثلا، يقول لك أنا ما بدي، ما عندي وقت أقرأ. مهين، إحنا دائما بدنا الشغلة شو جاهزة، بيفكر إنه يصير يخشع بالصلاة، حط إيدك على رأسه للبني آدم اقرأ عليه بصير بيخشع. يا أخوان الكرام، ديننا دين علم، فالذي يريد أن يخشع جزء من خشوعه أن يتعلم طرق الخشوع. يعني مثلا راح أعطيكم طريقة من هذه الطرق التي يذكرها العلماء. الآن بالفاتحة ورد في حديث أن الإنسان إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم، كل جملة بتتكلمها رب العالمين يرد عليك حمدني عبدي، مجدني عبدي، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال كان بعض التابعين يقرأ هذه الآيات يقول الحمد لله رب العالمين وعم يقرأ ويستحضر كأن الله يقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الشعور تجعل الصلاة، يعني سامحوني على التعبير بس مشان أوضح لك، الصلاة حب مو من طرف واحد، حب من طرفين. الصلاة تناغم بين الإنسان وبين الله، أنت تخاطبه وأنت العبد وهو السيد والمولى جل جلاله يرد عليك. الشعور بهذه الحركة يجعل القلب يخشع في الصلاة. هذه طريقة، تمام، هذه طريقة. مثلا من طرق الخشوع في الصلاة أن يقرأ، هلأ عم نحكي عن التدبر، أن يقرأ الإنسان آية يفهم معناها، أن يقرأ آيات يفهم معناها الآن، لو أو يقرأ آيات تدعو إلى الخشوع. أحيانا أنت بتقرأ آية لا تفهم معناها، كيف تبكي؟ لعلك تبكي من مشان صوت الإمام، بجوز صوت الإمام جميل جدا. قال في 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 عهد الحسن البصري قربوا إماما صوته جميل جدا، فقال الحسن البصري إنما قدموه ليغني لهم، يلا يا أنشد يا بلبل، هذا القرآن لا يؤثر لأنه الصوت جميل، الصوت أحد دوافع الجمال، لكن القرآن ككلام رب العالمين،
كلام رب العالمين يؤثر بنفسه، بنفسه كلام الله عظيم. الصوت أحد دواعي الخشوع في الصلاة، لكن إذا تأملت الآيات أنت تمام، يجب هذه الآيات تكفي أن تخلع قلب الإنسان، مثل الصحابي اللي قال اللي فلق كبده ومات، وقال عليه الصلاة والسلام إن خوف الله فلق كبده، سمع قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فقد السيطرة وشق كبده وتوفي في أرضه. تمام يا أخوان الكرام؟ فالآن هذه وسيلتان، الوسيلة الثانية أن تفهم الآيات التي قرأتها، الوسيلة الثالثة أن تأتي إلى الصلاة بتؤدى بوقار. يعني تخيل، أنا بتوقع بتختلف الصلاة بين مثلين، الشخص الأول إجا سريعا راكد، اتوضى فتح الحنفية على الأخير، فات عم يشرشر مي على السجاد، وقف الصلاة وعم يلهث، هذا هل تكون صلاته مثل شخص دخل بتؤدى، طبق السنن من البداية، دخل بقدمه اليمين، اللهم افتح لي، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، توضأ ولم يكثر صب الماء عملا بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصرف في الماء ولو كنت على نهر جار، دخل بتؤدى، ما حكى مع هذا ولا تشوش مع فلان، ووقف الصلاة، هذا صلاته سوف تكون أكثر خشوعا. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، اللي بدأ خطأ قد لا يكرم بالخشوع، أما الذي بدأ صحيحا يكرم بالخشوع. مرة نصحني أحد الإخوة نصيحة، قال لي قبل أن تصلي إماما أنصحك أن تمسك السبحة تستغفر 100 مرة، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر الله قبل الصلاة، تستحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سوف تجد للصلاة طعما جديدا. تمام يا أخوان الكرام؟ فيا أخوتي الكرام، كل إنسان بيظن نفسه بصير بهذا الرقي العالي بدون علم مو صحيح. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما الناس بتحكي لهم مثلا كيف نخشع في الصلاة، مثل هذا الأخ اللي قلت لكم عنه، أقول لك أنت عقدت لنا الأمر، لأنه يا أخي الكريم نحن تعودنا على الوجبات السريعة، ما تعودنا نتعب من أجل أن نكرم بالخشوع. أنا تعودت أني وقف بالعمل اللي بيشتغل فيه أنا المتجر 7 ساعات على قدمي، تعودت لأنه يجلب لي مالا. أما أن أجلس نصف ساعة على كتاب لأقرأ أو نصف ساعة في محاضرة لأسمع، ما عودت نفسي. شلو أنت بيجيك المصاري، المال يأتيك بالسهولة؟ لا يأتيك بالسهولة، والخشوع لا يأتي بشكل سهل، والإخلاص لا يأتي بشكل سهل، وحسن التوجه إلى الله لا يأتي بشكل سهل، واعتياد قيام الليل لا يأتي بشكل سهل. كل شيء يحتاج إلى جد. لهالدرجة الشغلة صعبة؟ نعم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيكون مثالك كالمحموم الذي يجد في فمه السكر مرا، هذا الذي لا يجمع قلبه على الله في الصلاة ولا يتدبر القرآن، مثل المحموم. قال المحموم يجد كل الأطعمة مرة ولو طعميته السكر، الإشكال بالسكر ولا الإشكال فيه؟ الإشكال فيه. يقول يا أخي أذقته السكر، يقول لك يا أخي هذا السكر ما، هذا العسل ما حلو، نقول له الإشكال فيك أنت. تمام، أنت الإشكال، السقم فيك، الإشكال فيك، لا تتهم غيرك. فإذا أنا ما وجدت خشوع في صلاتي أتهم نفسي، أنا أبصر شو عملت حتى صرف الله سبحانه وتعالى قلبي عنه. أحيانا أنت لحالك، مرة قال لي أخ، قال لي مرة كنت في مكان، قال لي قرأت هيك بالحرف الواحد، قرأت قل هو الله أحد الله الصمد، قال لي كأنه أول مرة بحياتي بقول كلمة الصمد، شعرت قلبي راح يطلع من مكانه. تمام، طبعا الصمد هو الذي تصمد إليه الحوائج، هو الذي تستند إليه كل الحوائج. فكان هذا الرجل في ضيق، شوفوها، هو في ضيق، يعني في مكان ضيق، بده لطف الله تبارك وتعالى حتى يفك منه. ومعنى كلمة الصمد شو هي؟ من تصمد إليه الحوائج. وأنا الآن شو؟ أنا محتاج، أنا أعيش في أزمة، أنا أعيش في ورطة الآن، أنا في ضائق الآن، بدي رب العالمين يقبل علي. قال أنا أعرف هذا المعنى كلمة الصمد، فلما قلت الله الصمد قال لي كأنه أول مرة في حياتي أنطق بهذه الكلمة. أديش بنقرأ قل هو الله أحد الله الصمد؟ مرات. قال أبدا شعرت بشعور بحياتي كلها
ما شعرت أني أشعر بمثل ذلك. الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد إليه كل الحوائج، وأنا يا رب عبد وأنا محتاج. تمام يا أخوانا الكرام، شوفوا فهم آية لما وقع في موقف الحاجة عرف الآية التي تدل على قضاء الحاجة وهي الله الصمد، أثرت فيه أو لا؟ أما إذا كان مو عارف شو معنى الصمد قد تؤثر فيه، لكن ليس كتأثيرها إذا فهمها وعقل معناها. فيكون مثالك، الله يبارك فيكم جميعا، كالمحموم الذي يجد في فمه السكر مرا. فالمعصية مع الذل والافتقار خير من الطاعة مع العز والاستكبار. والله بدها جلسة أخرى، أديش بقي من الوقت؟ خالصين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا توفيق الصالحين، وأقبل علينا بجلالك وجمالك يا ذا الجلال والإكرام. أقبل علينا بجلالك وجمالك يا ذا الجلال والإكرام. أعطي كل واحد منا سؤله على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنك تعلم أن فينا ذوي حاجات، فاقض حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا قاضي الحاجات، مع اللطف والعافية يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين. فمن علي أيا راحمي، فما لي سواك إله معين، فما لي سواك إله.